خلينا نتكلم بشكل مباشر، أيوة. هل احنا مأدين اللي علينا تجاه الأطفال؟ لا. لا، بشكل لا. قاطع. لا. أولا يعني عايز أقول لحضرتك، حتى الولاد من يعني من توجدي المستمر معاهم بسمع مشاكلهم. لو اتكلمنا حتى عن المواد الدراسية اللي بيدرسوها، أنا عملت شخصيا تجربة كده من يعني من آراء الأطفال اللي سمعتها. قلت طيب المعلومات اللي في كتب المدرسة دي لو اتقدمت بشكل مختلف هل هيقبلوا عليها؟ فاخدت كتب الدراسات بتاعت سنة 5 و6 وكتب العلوم، وبدأت أشوف إيه اللي بيدرسوه وموظفته في كتب مش كتب مدرسة خالص، يعني ليا كتاب بيتكلم عن التاريخ بس من خلال إيه بقى؟ الحصنة، الخيل. يعني مثلا عرابي، حصان عرابي هو اللي بيحكي عنه، حصان نابليون، فهيحكي لنا بقى عن الحملة الفرنسية من خلال الحصان مارينجو، هو اللي حصان الإسكندر الأكبر. مثلا نظريات الضوء بتاعت الحسن بن الهيثم، ازاي النافذه هي اللي كانت المحرك الرئيسي. فلقيت الاطفال، يعني مش الاطفال حتى اللي هم الاكبر شويه بقى، لما خدت الكتب دي ورحت بعض المدارس وقريت لهم اللي انا كاتباه، لقيتهم قاعدين ومنصتين باهتمام شديد. في حين قلت لهم طب ما يا اولاد ما نفس المعلومات دي انا جايباها من الكتاب، يعني انا خدت المعلومه بس انا وظفتها بشكل مختلف. هم محتاجين ده. محتاجين ابتكار في يعني في عايز اقول حاجه، ان انا مثلا تحديدا فوجئت انه في الامارات بيتواصلوا معايا، احنا اخترنا ليكي قصه تخش منهج اللغه العربيه للصف الاول الابتدائي، منهج الوزاره. قصه انا مش كاتباها ليهم، دي قصه منشوره مع احدى دور النشر في السوق. فهم بيعملوا حصر يشوفوا هم عايزين تحديدا ايه المفاهيم اللي وصلوها للطفل، فيدوروا على قصص اساسا موجوده. طب احنا ده خلينا اسالك انه المناهج والقصص ومواد القراءه والمواد اللي هي متضمنه في مواد الدين دي تبني ولا بتخصم من شخصيات الاطفال؟ يعني بتبني لما بتبقى بشكل مباشر وبشكل ما فيهوش ابتكار. لا انا بسألك على المناهج اللي موجوده. لا مش يعني محتاجه يا دكتور، محتاجه اعاده نظر. محتاجه انه الطفل يقبل على المواد الدراسيه بشغف، مش حاسس انه مش نوع تكليف يعني. يعني يحس انه بيقرا حاجه بيحبها. فلما تدخل له المعلومه بشكل مغامره وبشكل حاجه فيها كده دهشه وحاجه كده، يبقى عايز يعرف ايه اللي هيحصل، هتشده بقى للحدوته، وفي النهايه هتقدم له نفس المعلومه. انا بشوف ان اصعب معلومه واصعب الاشياء ممكن نقدمها، بس المهم القالب. يعني لما تعرف حضرتك ان التنميه المستدامه كلمه تبدو صعبه، اما تعرف انها دمها تقيل. بس انا مثلا معهد الحوكمه والتنميه المستدامه هنا وزاره التخطيط كلفوني انه اعمل 17 قصه للاطفال عن ال 17 هدف. وكتبتهم الحمد تمام لله. تمام بالظبط. وطبعوا صلاح وامنيه، واخترت صلاح لانه هداف. احنا بنحقق اهداف، كل جزء منهم بيتكلم عن هدف: القضاء على الجوع، القضاء على الفقر، المناخ. فتوصل المعلومه بشكل جذاب. يعني ولد وبنت عملوا مع السوشيال ميديا بقى، نستغلها استغلال صح بقى. عملوا صفحات وجمعوا اولاد من مصر ومن بلاد تانية، وازاي نحقق الهدف ده، ومبادرات وازرع شجره تحصد صحه، وحاجات عملوها مع بعض. وراحوا مش عارفة حاجات مصانع تدوير ورق وتدوير مش عارف ايه، وجابوا في الشوارع صناديق الكمامة اللي كتبوا عليها ده يتحط فيه الازاز وده البلاستيك وده. هو حاجات صعبة جدا. وانا فعلا قريت الكتاب اللي اصدرته الامم المتحدة، وقعدت اخد منه يعني ازاي اوصل ده الاطفال في سن 8 سنين. فالحاجات دي لو الاطفال دخلت لهم درسوها بشكل او باخر هيبقى عندهم وعي، بس مش هيحسوا ان ده مفروض عليهم. بالظبط. دي نقطة دي نقطة مهمة. ليه الولاد كلها ما بتحبش المدرسة؟ يعني تقول له مين يعني قليل الأول اللي هتلاقيه بيقول لك أنا بحب المدرسة، لأنه حاسس إنه رايح على مهمة ثقيلة. لكن لما تدخله ده، أنا عاجبني بتتكلمي بصراحة. فكرة إنه لما بتطرحي ده ليه الولاد ما بيحبوش المدرسة، فأنت تلاقي آباء وأمهات يقول لك لا إزاي ولادنا بيحبوا المدرسة، وده مش صحيح. لا مش صحيح. انا بقعد مع الاطفال نفسهم بقى، فبشوف ردود اللي بيحبوا المدرسه بجد، اللي هم حاسين انه
حتى لو المواد مش يعني مش مقبلين عليها, بس طريقة تدريس المعلم بيعرف ازاي في عنصر ما بيحببه في الدراسة يدخلهم المعلومة. فانه بداية التعليم نمرة واحد, لان ده كل الاطفال بتخش المدرسة سواء بقى على اختلاف المدارس الدولية او الحكومية او فدي نمرة واحد لازم نهتم بيه, لان ده اللي بيطلع لنا عالم وبيطلع لنا كاتب ومفكر ومخترع وفنان واديب. ده النواة الاولى. والاولاد بيقعدوا في المدرسة زي ما بيقعدوا في البيت.